مساء الفل على الغاليين، مساء الفل يا محمد. الثانوية العامة دي طبعا كارثة بكل المقاييس. لو فكروا ان هم ينزلوكم تمتحنوا، لو احنا بلد محترمة وكان عندنا تعليم كويس اتعمل من سنين كان زمانكم النهاردة بتمتحنوا اونلاين، لكن هو عشان ما عندهمش التكنولوجيا دي هيعملوا ايه؟ ضحوا بيكم، ما هم ما عندهمش حل تاني. مساء الخير يا ابراهيم، مساء الفل يا زهر. بصوا يا جماعة، انا رحت لكم حتة ساكن فيها ناس اسمها الختانوس. الختانوس دول اللي هم مين؟ اللي هم الغجر، والغجر دول انتوا عارفينهم، يعني مش الشعبيين، لا الغجر الغجر يعني. بصوا بيوت الغجر وشوفوا شكل. انا اتمشي حتة يعني مشيت حوالي ساعة كده في برشلونة، دي الحتة بتاعت مساكن الغجر. بصوا بقى اتفرجوا على مساكن الغجر اللي هي مش انا مكسوف اقول يعني، انتوا شوفوا مساكن الغجر ده يا جماعة، محطة المترو بتاعت مساكن الغجر. بصوا عاملة ازاي، ودي بيوتهم. بصوا وادي محلاتهم، دول اللي احنا بنقول بيقولوا عليهم هنا الختانوس الغجر، بيوت عادية. بصوا انضف من التجمع الخامس، والله العظيم انضف من التجمع الخامس. بصوا وبرضو بتلاقي مكان لعب للاطفال اهو. بصوا لازم ده بقى اللي هو الغجر. بص نبو الغجر عاملين ازاي، والله انضف من السوق اللي في الرحاب. بصوا الغجر، عشان عندنا تلاقي ايه كامل الوزير والسيسي بيعملوا حاجات تافهه زي طرق وكباري. خلاص الموضوع ده انتهى من مئات السنين، اي حد بيعمل طرق وكباري مفيش اي حاجه فيها عظيمه، وايه مهولين الموضوع. بصوا دول اللي هم الختانوس. بص دي الحته بقى ايه الغجر، بص الحته اللي فيها الغجر الاشارات عامله ازاي. بصوا الناس تنزل تتمشى هنا، يعني الغجر ده يعني مش قادر اتكلم، ده انا في الرحاب والله العظيم قعدت لي 4 سنين ولا 5 سنين ما كنت اعرف اتمشى فيها من التراب والقرف اللي فيها. هنا يا جدع انت تمشي 50 ساعة ولا تزهق ولا تمل. اتفضلوا يا فندم، منطقة الغجر. بص العربيات بتاعت الغجر. النبي دول الغجر، ده احنا الغجر. بص انا مش مصدق، بصوا عمايرهم عاملة ازاي، بصوا النظافة. بص اللي هي الناس بقى ايه اللي مش لاقية تاكل، اللي عايشة على حس الدولة وتاخد فلوس من الدولة، يعني اسمها ايه مطرمخة على البلد. بصوا السوبر ماركت يا جماعة بتاع الغجر، بصوا يا جماعة انضف من كارفور اللي في المعادي. بص انضف من مترو بتاعنا. بص ده بتاع الغجر، نبرد زمكم. بص هقرب كده من حاجة. بصوا ده الاكل بتاع الغجر اهو، شايفين عامل نزال حاجة. في بقى حد في الشارع، حد واقف في الشارع، ناس حكومة بتحب شعبها، عملت لهم حاجات نظيفة وعملت لهم سيستم ومحلات حلوة، مش ميعملهمش حاجة يا عيني، ويخلينا نشتغل في الشوارع ونفرش في الشوارع، ويقولوا ان احنا اللي معفنين واحنا اللي مش عارفين. ولاد التيت، مش عايز اغلط. بصوا الباسكت بتاع الغجر كله شبه بعضه، حتة غنية حتة فقيرة كله شبه بعضه. اه شقة ممكن تبقى غالية شقة تبقى رخيصة، اه في كل الدنيا في كده، لكن الحياة الفقير والغني بصوا شوارعهم، بص بيوت عادية اهي، ده بالنسبة لهم بيوت عادية. بص عربياتهم عاملة ازاي. بص يا استاذ بقى فضل الممشى بتاع الغجر، انضف من جامعة الدول العربية عندنا والكربة. اه بص شايفين الجو بيمطر. بصوا النظافة، مفيش ورقة زبالة. مش تنزل بقى التجمع الخامس تلاقيه هو معفن كده كده، اي نعم، تلاقي في التجمع الخامس عاملين يقول لك ده انضف حاجة هو معفن. تروح بيقول لك بقى في مصر حتة نظيفة، تيجي تروح المنيرة، تيجي تروح ارض اللوى، تيجي تروح ميت عقبة، تروح عزبة تلاقيها معفنة. ما ينفعش ان يبقى كل مصر نظيفة. ما هو بصوا ادي لبس الغجر، اتفضلوا نبي. بصوا الغجر، بص محلاتهم اهي.
بص زي الهوا اللي عندنا، ايه اهو ناس قاعدة اهو، وادي الكافيه ولا البتاع اهو تاني هناك، واللي عايز يلعب رياضة يلعب رياضة، مش بقى لازم تعيش حياة نظيفة. بصوا ادي الاتوبيس بتاعهم، تلف برشلونة كلها يا باشا، كل شبه بعضه، في شقة ب2 مليون يورو 3 مليون يورو، وفي شقة ب50 ألف يورو، اللي عايش هنا محترم واللي عايش هناك محترم. مش معنى ان معاك فلوس تبقى عيشتك نظيفة واكلك نظيف وحياتك كلها نظيفة، ومعاكش فلوس تعيش كلب ولا تسوى. حكومات قدرت شعوبها. بص اتوبيس بتاع مش لاقي حاجة اقولها والله العظيم، حاجة تكسف. بص امبابة عندنا والله العظيم، التجمع الخامس مش كده، طلعوا لي حتة في مصر نظيفة كده من بتاعة الاغنية. بص المشاة لحد فين، شوفوا اوريكم كام حتة ممكن تتمشى فيها حد يضايق حد. بصوا عايزكم بصوا على بصوا، يغير في كل حاجة، ومهتمين بالطبيعة وبالشجر. بصوا مكان العجل، بصوا الاتوبيس بتاعهم، بصوا عامل زي منور ازاي بالليل، بصوا الشياكة، بصوا عامل ازاي، في لمبة محروقة في الاتوبيس مطلع دخان ولا عوادم ولا قرف، بصوا عامل ازاي. لازم تلاقي كل حاجة. المشكلة ان هم عملونا زي ما قلتلكم شعبين، وللأسف الاتنين معفنين، يعني في عملونا في المعاملة معفنة، لان هم بيعرفوش يديروا، ذوقهم وحش. لازم عشان تعيش في مصر مبسوط لازم يكون معاك فلوس، ولازم تبقى غني جدا 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 فشخ، غير كده انت متدمر. بصوا الناس هنا عايشة ازاي، انا وريتكم انضف حتة في برشلونة زي الحتة اللي ساكن فيها الغجر، تقدر تتمشى وشياكة ونظافة ومفيش ورقة زبالة. عشان كده هنا في عدل، عشان كده احنا لما بنيجي هنا وبنشوف بنغير ليه بلدنا متبقاش نظيفة كده، عشان حكومتنا فاسدة، مش احنا اللي وحشين، مش احنا اللي معفنين، مش احنا اللي بنرمي الزبالة في الشارع. هنا حاطين لهم الباسكت مدينهم كل الوسائل اللي تساعدهم ان هم يبقوا محترمين، فاوتوماتيك انا هبقى محترم. طب ما احنا مصريين هنا كتير وعايشين، انا كسف ارمي ورقة زبالة في الشارع، انا لو لقيت حاجه انا شالها من الشارع، لان خلاص بقت بلدي، هم ناس محترمه ونضاف، انا اوتوماتيك هبقى نضيف. لكن لما تقعدني في مستنقع زباله وتقول لي ابقى نضيف ازاي، قولوا لي بقى ازاي، يعني انا النهارده ابقى قاعد في زباله وابقى نضيف يا شويه حكومه زباله ومتخلفين. بصوا جنه عامله ازاي، بتبرق جنه، ماشي في الجنه. بص الروقان، حد ضايق حد، حد اتحرش بحد، حد عكس فيش الهوى، منتهى الاخلاق ومنتهى الذوق. بصوا التفاصيل، لمبه محروقه ارمي كده بعينك، هات اخر كده البتاع ده، مفيش لمبه محروقه. بص الناس كان ازاي، واللي بينزل كان من شويه بيلعبوا رياضه وبتناجوا وبتاع وحركات. بصوا الشارع، احنا كل ده في المنطقه بتاعه الغجر، يعني اهم حاجه احنا نركز احنا فين، في منطقه الغجر. بص الشارع عامل ازاي، بص مكان العجل مكان العربيات، وبص الركنه، وحاطين لهم اللاين ازاي في الارض، هم يرسموا لهم الحاجه والناس هتنفذ. الناس عايزه ايه غير حد ينظمها، مش يهرجلها ويجي حاسب لهم هم اللي متهرجلين وهم اللي مش فاهمين. احنا اللي بدرنا هم اللي جهله، مش الشعب اللي جاهل، هم اللي جهل قطع لسانهم، الشعب يفهم اكتر منهم مليون مره. بصوا في كل زون كده حاطين حاجه حلوه للاطفال يلعبوا فيها، طبعا ده مستحيل نشوفه عندنا ولا حتى في المناطق الراقيه اللي هم بيتكلموا عليها. المح بقى بعينك العمدان، حتى العمدان كل شويه اللي هنا اصفر واللي هنا ابيض. بصوا بقى في لمبه محروقه، انا ماشي شفتوا الشجر، متروسه شجر، واحنا البلد الشجر ما عندناش شجره. بصوا ليه مصر ما تبقاش كده؟ المانع ان بلدنا تبقى كده، اللي اذا كان ده سوء اداره، واللي بيدرونا ناس متخلفه عقليا، ديكتاتوريين، ما عندهمش حب لمصر، هم شايفين هم اللي بيفهموا وهم اللي عارفين كل حاجه.
في حد ربنا خلقه يعرف كل حاجة؟ يا شعب مصر بالعقل كده، العلم كله عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا في الاول وفي الاخر بشر، في اللي بيعمل الطيارة وفي اللي بيعمل المستشفى وفي اللي بيعمل السفينة كله، وفي اللي بيلعب كورة وفي اللي بيغني، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيديله مدي لكل واحد موهبة. لو المواهب دي كلها اتجمعت وقالت بحريتها رؤيتها هنبقى في حتة تانية خالص. لكن ما ينفعش ان يبقى في واحد طول النهار، بصوا المحطة بتاعتهم، بصوا عامل ازاي، بص الارض، بص الباسكت. لازم، مفيش حاجة مبهدلة. طلع العيب كده، عيب عايزك، عيب لمبة محروقة، بصوا في كل حتة غجر، اشارات في كل حتة، خايفين على الناس، بيحترموا البشر. ده الواحد حيجان. بص عبور موسى، بص الاشارة خضراء اهي، بص الاوتوبيس اوتوماتيك وقف، حتى بص اوتوبيساتهم عامل ازاي بتبرق. فاحنا بالفعل اللي بيدرنا حبيبي يا اشرف، حبيبي يا استاذ يوسف جمال، مساء الفل حبيبي، مساء الفل ابو حميد. احنا اللي بيدرنا ده راجل افاق ضلالي متخلف، الناس عند ديكتاتوري، هو شايف نفسه انا كنت بشتغل معاهم، هو اللي بيمسك فيهم شايف نفسه هو اللي بيفهم، واحنا بهاي بيشوف الغلط بعينيهم وبيسكتوا وبيطنشوا. عشان ايه؟ عشان الكبير هو يفضل راضي، اللي هيرقيه واللي هيمسكه واللي هيلبسه البيجامة واللي هيقعده في البيت. يا اخواتي المهندسين اللي في مصر اللي في، والطلبة اخواتي اللي في كلية هندسة، احنا سنة 2020 شايفين ان الطرق والكباري اللي بيطلع يقولها كامل الوزير وعبد الفتاح السيسي دي حاجة واو، ودي من المعجزات اللي بتتم في الهندسة في 2020، ولا كله ضحك على الدقون؟ مش هطول عليكم خلاص، انا بس حبيت اوريكم المنظر العام عامل ازاي مع في منطقة اسمها الغجر. قسما بربي ما في حتة في مصر في جمالها، بس عشان انا ما اقولش حاجة انت ما شفتهاش، قلت خلي اللي بيني وبينكم ايه نشوف ونسمع. اخر حاجه بص الباسكت وما انا ماشي، بص بص بصوا اتفضل. الناس يقول لك المساكن اللي الحكومه بتديها فلوس وبتاع عايشين تعبانين، بص عايشين ازاي، بص العربيات. مساء الفل على اهلي وناسي، وان شاء الله كل ما الاقي حاجه شفتها هوريها لكم صوت وصوره. مساء الفل.